المسلمين احباب رسول الله هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ان كانت الا صيحه واحده سيفهم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون الا ما كنتم تعملون هذا هو مصير الاولين والاخرين حتى رسول الله نفسه صلى الله عليه وسلم صلاه الجنازه اربع تكبيرات بعد التكبيره الاولى تقرا سوره الفاتحه بعد التكبيرة الثانية تصلي على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في النصف الأخير من التشهد، بعد التكبيرة الثالثة تدعو المتوفى وهو رجل، بعد التكبيرة الرابعة تدعو لنفسك ولسائر المسلمين بخيري الدنيا والآخرة، ثم تسلم وأخلص الدعاء في الصلاة حتى يسخر الله لك من يخلص لك في هذا الموقف، وهذا هو وقت العفو والصفح والسماح. فمن كان له حق معنوي عند هذا البيت فليسامحه الان وليولي الشاهد الرفض ومن كان له حق مادي فليعد به على اهله وعلى اسرته او يسامحه لوجه الله تعالى وسامح حتى يسامحك الله وحتى يسامحك الناس رزقنا الله واياكم حسن الختام وان شاء الله الى صلاه الجنازه. في جنازه نازله وسعوني مع كل شيء